مرة تانية مع كابتن محمد عبد الفتاح تاحة، برحب بيك يا كابتن مرة تانية. عندي معلومة بقى بتقول إنك أجلت دراستك علشان تلعب كورة، عايزين نعرف تفاصيل الموضوع ده. تفصيل الموضوع، انا اتخرجت من المدرسة، بعد كده كان قدامي اوبشن ان انا ادخل اي جامعة عادية واخلص على طول، من يعني اروح على الامتحان وخلاص. فانا لا، انا بصيت ان انا عايز قدام، يعني ليا دماغ معينة وليا شكل معين، وانا بحب عايز اعمل حاجة جنب الكورة، بحب اطور فكري، بحب دايما الكلام ده. فبصيت على الأكاديمية البحرية، وكان ساعتها كابتن حسام غالي فيها، فروحت الجامعة. كان أول سنة كان عندي رباط صليبي، فطبعا كنت بحضر عادي مفيش أي مشكلة. بعد كده لما ابتديت أرجع تاني للعب الجامعة بقى، ابتديت بقى الحضور الساعة 9 وبخلص 9 بالليل، فبالنسبة لي الموضوع مش هينفع صعب مع جدا. الكورة. وفي نفس الوقت أنا مش عايز أطلع من الجامعة دي وأروح، أنا عايز أكمل في الأكاديمية البحرية. أنا بحب أنا اللوجيستيك والحاجات ديت، فكان نفسي أكمل فيها. فابتديت أأجل 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 لحد ما فاضل لي سنة، وعمال أأجل بقى فيها. يعني قلت أنا بصراحة فكرت واستخرت، وطبعا أنا الكورة بالنسبة لي يعني هي أهم مع الدراسة، يعني ما ينفعش ألغي حاجة منهم. مش بس عايز هي تلغي فكرة يعني. فكان بالنسبة لي أولوياتي للكورة والدراسة أنا ماشي فيها، وفاضل لي مثلا سنة إن شاء الله هخلصها، يعني سمستر في سمستر يعني. ربنا معاك. هنرجع طيب شوية بالوقت للمدرسة، لو فاكر بقى علاقتك ايه بمدرسينك، زمايلك، كنت طفل شقي، كنت طفل هادي، كلمني عن الفترة دي شوية. في المدرسة أنا كنت طفل طبعا، برضو ليا تعامل خاص عشان النادي الأهلي بصراحة، دي بشوفها في كل مكان لحد النهاردة. فكنت دايما أنا بحب ألعب كورة بس، يعني ماليش في أي حاجة في المدرسة غير إن أنا بلعب كورة. بروح مثلا أفضل بس قاعد في الفصل أو حاجة، قاعد ببص أنا تحتية الكورة مستني بس يصفر أنزل ألعب كورة. كنت دايما باخد جوابات من النادي الأهلي، يعني مثلا إن هو بقعد ساعة وساعتين وأطلع على طول عشان التمرين بتاعي في النادي. في مدرس معين فاكره مثلا كان بيدعمك، كان بيشجعك؟ هو طبعا هو لو شاف الحلقة دي هو أكيد هيقول هو افتكرني إزاي، مع إن مفيش تواصل خالص، أنا أكتر من 10 سنين. اسمه كابتن سعيد، مدرس الألعاب. فعلا كان بيدعمني، وكان دايما يعني بيقول عليا لعيب كويس وأنت هتكمل وهتبقى حاجة كبيرة. بس